هذا وتتواصل عمليات نقل الجاليات والبعثات الدبلوماسية من السودان، حيث تم إجلاء نحو 1687 شخصا من أكثر من 50 دولة على متن سفينة متجهة إلى مدينة جدة السعودية، ذلك في أكبر عملية إجلاء من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن. هذا بينما أعلنت ألمانيا اكتمال مهمة الإجلاء من السودان، مشيرة إلى أنها ساهمت في نقل أكثر من 700 شخص خارج السودان، من بينهم 100 مواطن ألماني. ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن نحو 1000 جندي بريطاني يشاركون في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين. وأعلنت الصين من جانبها إجلاء أكثر من 300 صيني إلى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنها تعمل على إجلاء نحو 800 صيني من السودان.